اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ولا تضلنا بعده. اللهم يمن كتابه وهون حسابه ولين ترابه وألهمه حسن الجواب وطيب ثراه وأكرم مثواه واجعل الجنة مستقره ومأواه. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار. أنت أهل الوفاء أنت أهل الوفاء.